أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك هم جعلنا لهم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديات مسلمة إلا أهله إلا أن يصدق فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديات مسلمة إلا أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متطابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.